يقول: أحيانا يخرج مني بعد نهاية البول سائل ثقيل وأجتهد في إزالته حتى أرى أنه زال، ولكن أفاجأ في أثناء الصلاة بأن هناك بللا على جسمي وفي السراويل، فأكمل صلاتي وبعد ذلك أخرج للتأكد فأجد آثار هذا البلل على الذكر والملابس والجسم. سؤالي: هل صلاتي صحيحة؟ اترك الوسواس، إذا تبولت فاجتهد في قطع البول وتنشيف الذكر والاستنجاء، توض وصل صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تنظر إلى الوسواس لأنه يزيد معك إذا اهتممت به والتفت له. اترك.